أعترف لكم أني أحياناً أحب أسولف معكم وأنا آكل، والله أحياناً مو بدايماً. في موضوع أبغى أتكلم فيه يا جماعة، أنتم ما تلاحظون معي إن ما يسب شكلي إلا المشوهين اللي أشكالهم ضيم، ولا مرة ولا عمرة صار معي إنه رجل وسيم سبني. طبعا أنا أقصد اللي يظهرون أشكالهم، اللي ما يظهرون أشكالهم ما أدري معانهم. يعني أنا صار خلاص حاطة في بالي إن كل اللي يسبوني سواء أظهر شكله أو لا إنه قبيح. يعني كل الرجال اللي طالعين صورة وصوت ويذمون شكلي إنه أنا قبيحة وإني أشبه كذا، وإنه يشبهوني ببعض أنواع الحيوانات، أو يشبهوني بنساء قبيحات، أو ما بقوا حتى في شخصيات كرتونية أنيميشن مشوهة يشبهوني فيها، شخصيات شريرة يشبهوني فيها، ما بقوا شيء. أعطيكم أمثلة، واحد منهم كان دائما يعني ذم خلقتي، وخاصة أنفي تكلم عنه كثير، قاعد يعني يسب شكل خشمي، وهو خشمه مفروش والله العظيم رجال، لا يروح بالكم بعيد على أحد ثاني، خشمه مفروش والشكل دمار، والله لا عيون ولا خشم ولا فم ولا رسمة وجه ولا شعر ولا الجسم، أقسم بالله جسمه زي الأطفال، يعني اللي يشوفه من بعيد يعطيه عمر 14-15 من الأمام، واللي يشوفه من الخلف واللي يشوفه مقفاه أقسم بالله يعطيه عمر 13 سنة يمين بالله، إنه جسم طفل، جسم ورع. يعني ولدي معاذ عمره 17 سنة لو يوقف جنب معاذ يصير معاذ كأنه أبوه، رغم أن هذاك عمره بنهاية العشرينات أو بداية الثلاثينات، ويسب جسمي وشكلي وجهي. والفترة الأخيرة استبحل الوضع وتطور، صاروا الشيبان يسبوني، شيبان بالخمسينات وأكثر، الواحد لحيته مليانة شيب وشعر راسه مليان شيب والوجه واضح إنه كبير بالعمر، ويجلس يذمني وإنه أنا شينة. طيب أنت، أنا سلوكياتي ما تعجبك، انتقدني. طيب انتقد أسلوبي بالكلام، حركاتي هذه اللي ما تعجبك، لكن ليش تعيب على شكلي؟ أنت ما نظرت شكلك بالمراية؟ الواحد كرشته كذا، أكتاف ما فيه، الأكتاف ما فيه، والكرش ما شاء الله، والجسم دمار، الوجه دمار، لا شعر لا بشرة لا رقبة، حتى رقبة ما فيه، الراس ملصق بالأكتاف، يعني ولا شيء ولا شيء. وفوق هذا ما في سلوك، ما يعرف الواحد يقول كلمتين، ثقافة زيرو. واحد منهم قاعد يسبني ويقول وجهها اللي أطول مدري من إيه وطول، ألتغ ألتغ، ويتكلم التفال، التفال يطلع من فمه الله يقرفه، شوفوا وجهها ألتغ، ما يعرف يقول كلمتين، فظيع، شكله دمار ضيم، لا عيون لا أنف لا فم لا أسنان ولا شيء، ولا جسم ولا شيء. يعني أقسم بالله شفقت عليه، الرجال مدمر، ما في ولا أي ميزة، ما في ولا ميزة على قبح الشكل، قبح أخلاق، يعني صراحة أشفقت عليه. المتنمرين المعتدين على حريات الأشخاص والذامين لأشكالهم هم من أسوأ البشر على الإطلاق. يتنمر على شكلك يعني أنه أنا الأجمل، هو الأجمل أو هي الأجمل، يعني أنه هذه ما تعجبنا، أني أنا ترى أنا أحلى منها، أو أنه أنا يعني ذوقي رفيع، هذه شينة. طيب خلقتي وخلقتك وخلقة فلان وفلانة ما لنا شغل فيها، مو إحنا المتحكمين، اللي يتحكم فيها الوراثة، الوراثة السلالة، الأب والأم والأجداد وآباء الأجداد،
أنت مالك أي علاقة بشكلك أو خلقتك. اللي المفروض تسويه إنك تهتم بنفسك وتكون نظيف وترتب هندامك وتظهر بشكل لائق. عزيزي وعزيزتي المتنمرين على الشكل، إيش تبون توصلوا له؟ إن أنتوا يعني حلوين خقة تهبلون؟ شفناكم كل العالم شافكم، ولا واحد فيكم وصيل. كل اللي طلعوا يذمون في شكلي خصوصا شكلي، ولا واحد فيهم وصيل. يعني أنا ما أدري إيش هالسطحية، إيش هالسطحية.